ليسبري ديال الكوتشينغ كريم بغيتي كتعلم الوليدات شنو خاص التنس المغربي باش يكون بحال كريم بحال هشام بحال يونس؟ انا اظن بان التنس المغربي خاصو بعدا خاصو يكون نظام ستركتور مزيانه وتكون عندك المدربين عندهم مستوى زعما يكون عالي. والحمد لله عندنا الانديه عندنا كل الاشياء اللي نقدروا نوصلوا مقارنه مع البلدان الاخرى. ولكن شفنا التنس وصل مع هشام عرازي ويونس العناوي وانا كنا وصلنا لمستوى عالي جدا، وهذا الفراغ هذا زعما غير مقبول وغير مفهوم. واظن بان لازم الاتحاد المغربي التنس والانديه ديال المغرب حتى هما عندهم دور مهم، واولياء الامور ايضا حتى هما، وراه كل واحد عنده دور باش يوصل اللاعب. واللاعب راه ما يقدرش يوصل بوحده، ولو كان الفلوس ولو كان الامكانيات الماديه حتى هو خصو عنده دور كبير، لان في الاخير هو اللي يقدر يجبد المجهود باش يقدر يربح الماتش ولا يخسره. تقدر تشري مدرب وتقدر تشري مضراب ولا احذيه وكوار، ولكن ما تقدرش تشري الفوز ولا الخساره في الملعب. ماتش كبير مع سان براس اللي كان كلشي كيعرفو، وماتش اخر فين ضربتي الراكيطه تيقول لك لاخبيط ما تكملش معاه. تقدر تعاود لينا على هذه ليستوار سيرتو لهاد لي جون بزاف كيبغيو يسمعوا؟ اول شيء مع سون براس هذا كانت زعما مباراه هي اللي فتحت لي المستقبل ديالي ديال التنس، لان لو ما كانش ثقه في النفس ما تقدرش توصل. واخا انا سان براس صراحه باش نكون معك صريح، النهار الاول لعبنا وكانت الارضيه كانت لوميديتي كانت في قطر، وحبسنا هذاك الماتش ولعبنا اليوم لوندومان. وهذاك النهار هذاك النهار عطاني ثقه بزاف نفسي، وكنت زعما كنت ما خلعنيش، ما كنتش خايف باش نخسر. واظن بان الثقه في النفس هذا اهم شيء في الحياه، من غير في ميدان التنس في الحياه كلها بصفه عامه لازم تكون عندك ثقه في النفس. هذا تعطيك نتائج زعما غير بعض المرات ما تنقدروش نفهموها، ولكن كيف تقول 250 في العالم ولا 200 في العالم ربحوا رقم واحد عالمي، هذا زعما مش مفهوم. ودونك دونك هذه الاشياء تتوقع، ولكن خصك تكون عندك ثقه في النفس. الاشياء الثانيه خص اللاعبين يكونوا شويه يكونوا هادئين، وخصهم يشدوا ضبط الاعصاب وهذه الاشياء، لان احنا كنا بني ادم تنفقدوا بعض المرات الاعصاب، تنضربوا المضرب في الارض وتنكسروا المضارب، ولازم نشدوا زعما نضبطوا الاعصاب والنرفز نخليوها شويه في الجانب، ونركزوا على اللعب. لان لو شفت احسن لاعبين في العالم نادال فيدرير اللاعبين الكبار عندهم ضبط النفس، وعندهم هاد القوه الذهنيه اللي تتمكنهم باش يقدروا يكونوا احسن من اللاعبين الاخرين، وهذا فرق كبير جدا. حاليا كريم شنو كيدير؟ اكاديمي ولا لا؟ انا مدير البطوله ديال قطر اكسون موبيل في قطر، وانا في محلل في بين سبورت. نقدروا شي نهار يجي نشوفوا كريم هنا حتى هو في فيدراسيون حتى هو ديريكتور ان شاء الله. علاش لا؟ علاش لا؟ ان شاء الله ان شاء الله انا ديما نحل البيبان.